السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، كل التقدير لجهودكم ولمتابعاتكم الحثيثة. توأم الشعلة المطارد لديه طاقات روحانية ونورانية، هذه العلامات والدلالات التي من خلالها نعلم بأن المطارد لديه طاقات روحانية ونورانية، وأيضا هو يتمتع بالروحانية والنورانية. وأولا من هذه العلامات أن المطارد يشعر دائما بالصبر ويتحلى بالصبر الثابت، ويكون طويل النفس ورابط الجأش، لا يهمه أي مشكلة يواجهها أمامه من المشاكل التي تكون في معظم الحالات عند معظم الناس مشكلة كبيرة جدا، ولكنه يرى أن هذه المشكلة قادر على حلها ويحتاج إلى التروي والتفكير، ودائما هو متروي ويتجلى ويتحلى بالصبر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عند المطارد في توأم الشعلة أنه روحاني، ومن علامات ودلالات أنه يتمتع بصفات روحانية وزوهرية أن ذلك المطارد قوي الثقة بالنفس، لديه فراسة، لديه قوة، قوة عجيبة غريبة لا يستشعرها كثير من الناس، رابط الجأش، هادئ النفس، يتمتع بصفات جبارة وصلبة وحديدية، يمتلك نفسه عند الأزمات وعند الشدائد، له صلة وعلاقة وثيقة بالله سبحانه وتعالى كبيرة جدا جدا جدا. ومن هنا تبدأ الحكاية والرواية ونقطة الانطلاق. وأيضا من العلامات ودلالات والإشارات بأن ذلك المطارد هو روحاني وأزهري ولديه فراسة أنه يشعر دائما بالشيء الذي سيحصل في المستقبل، وقادر على التنبؤ والحدث والإحساس والشعور، ومن نظرة واحدة إلى وجهك يعرف تماما بأنك حزين أو كئيب يعني، أو سعيد أو مسرور، ويشعر بك ويسألك ما بك دون أي مقدمات. وأن قلت له أنني في على خير ما يرام وأن حالتي جيدة ولا أعاني من أي شيء، فإنه لن يصدقك. أيضا من العلامات التي يتحلى ويتجلى بها المطارد الروحاني أنه يحلم ويرى في المنام ماذا سيحصل له ولغيره، ويرى رموز وإشارات وعلامات ودلالات. كثيرا تمر عليه هذه الحالات ويرى أشخاصا ويرى أقواما وأناس ومنازل وبيوت وغابات وهضبات وساحات وعمارات وإلى آخره. يرى أنه يتحدث مع أناس ويعرف حاله في المنام قبل حدوث الحدث، سواء كان سرا أو ضارا، بمعنى أنه هناك إشارات ترسل من الله سبحانه وتعالى بفضل الله طبعا وإرادته وبإذنه إلى ذلك المطارد، يكرمه ويعلمه بما سيحصل. إذن قوة الحدث والتنبؤ ومعرفة الخطر من الخير، يعني الخير من الشر. أيضا من بعض العلامات والإشارات التي يتمتع بها المطارد تجاه الهارب في توأم الشعلة أن ذلك المطارد عندما يكون وحيدا يجلس في بيته أو في مكان منعزل يرى الطيور حوله تنجذب إليه، يرى القطط، الكلاب أجلكم الله، الحيوانات أجلكم الله، كلها
تتآلف معه، بمعنى أن تلك الطيور أو الحيوانات وكأنها تناجيه، وكأنها تواسيه، وكأنها تزوره، فتنسجم معه ولا تخاف منه ولا تهابه، وتحاول أن تتقرب منه وتشعر به، لأن أيضا الحيوانات لديها روح ونفس. وبهذه الحالة تكون تلك الطيور أو الحيوانات منسجمة مع ذلك الإنسان، ويستطيع أن يروضها أكثر من غيره، وأن يصادقها أكثر من غيره. أيضا من بعض الدلالات والإشارات بأن ذلك المطارد هو روحاني، كل إنسان يسمع صوته أو يراه أو يتحدث إليه يشعر بارتياح عظيم، ويشعر بفرحة في القلب وسرور، ويكسب طاقة إيجابية، ويقول في نفسه: ذلك الإنسان عن المطارد الروحاني بأنني أشعر أنني أعرف هذا الإنسان من قبل، ولا أشعر بأنني أراه لأول مرة. يعني إذا كنت مطاردا روحانيا وشاهدك إنسان وارتاح إليك وانسجم معك وابتسم إليك وشعر بألفة ومحبة ومودة وانجذاب من أول لقاء، من أول كلام، من أول صوت، من أول حديث، اعلم تماما بأنك مطارد روحاني. كثير من الناس عندما يتحدثون إلى الآخرين يشعرون بأن ذلك الإنسان الذي يتحدثون إليه هو إنسان ليس لأول مرة يرونه، وكأنهم يعرفونه منذ زمن بعيد. ومن أيضا النقاط التي تدل على أن المطارد روحاني ولديه قوة روحانية وألفة وطاقة جذب كبيرة، هذا الإنسان يجلس لوحده يشعر بشيء من نفحات الهواء الدافئة الساخنة، ويشم رائحة عطر أو بخور. يعني بالرغم من أنه يعني لا يوجد هناك عطور أو بارفيوم أو بخور، ولكنه يشم تلك الرائحة. إنها طاقات نورانية روحانية ترسل إليه ذلك المطارد. وفي هذه الحالة أيضا عندما يكون نائما ذلك المطارد يسمع صوت مقرب له، سواء كان من أخته أو أخيه أو صديقه أو زوجته أو أي إنسان، بأنه ينادي عليه أو يذكر اسمه. وهناك علامات ودلالات كثيرة جدا في توأم الشعلة المطارد أن لديه طاقات روحانية ونورانية، بأنه دائما يبكي ويخشع عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى له، وهو قادر على تفسير الأحلام، وقادر على بإذن الله طبعا إحداث الخير، يعني وجه خير أينما حل وأينما ذهب. وكل الناس، معظم الناس يعني تعجب به وترتاح إلى كلامه وصوته ومجالسته. هذا هو بعض العلامات، والحديث يطول في هذا الأمر، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الملاحظات. وأي سؤال أو أي استفسار اطرحوه في الكومنتس أسفل الفيديو، أنا حاضر إن شاء الله ومستعد للإجابة. وأتمنى منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة واللايك حتى ينتشر هذا الفيديو. لايك سبسكرايب اند شير. وشو الله بس، السلام عليكم الله.